السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مستشارك الطبي. يسرنا في هذه الحلقة التواصل معكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا أمامكم على الشاشة لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم بخصوص موضوع حلقة اليوم والذي يدور حول حساسية الأنف. يسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف السيد الأستاذ الدكتور هشام محمد درويش، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وزميل كلية الجراحين الأمريكية. مرحبا بحضرتك يا فندم، وذلك لإلقاء الضوء حول هذا الموضوع. في البداية دكتور هشام، حضرتك إذا حبينا نتكلم على حساسية الأنف، عاوزين حضرتك تعرف لنا للسادة المشاهدين ما هي حساسية الأنف. هي حساسية الأنف بصورة مبسطة وتعتمد على جهاز المناعة بتاعة الجسم. كلنا عندنا جهاز مناعة، جهاز المناعة ده وظيفته هو يحمي جسمنا من أي أجسام غريبة أو أجسام مضادة بتخش لنا من بره الجسم لداخل الجسم. الحساسية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن رد فعل جهاز المناعة لجزيئات أو بارتكلز أو حبيبات إحنا بنشمها عن طريق الأنف. اللي بيحصل حضرتك إن جهاز المناعة بتاعنا لما بياخد المادة ديت بيطلع أجسام مضادة ليها، بتبقى غالبا زي مضادات حيوية. لما نيجي نشم المادة دي تاني، المضادات الحيوية ديت الجسم أفرزها استعدادا للجسم الغريب اللي حصل، بتبقى موجودة على خلايا اسمها المصل أو نوع من أنواع الخلايا كرة الدم البيضاء. أول ما يحصل تفاعل بينهم بتنفجر هذه الخلايا ويطلع منها مادة اسمها الهيستامين، وهي دي اللي بتعمل كل أعراض الحساسية سواء كان في العين أو في الأنف أو في الجلد. إذا يعني حساسية الأنف هي وسيلة دفاعية من الجسم بالضبط ضد أجسام غريبة دخلت الجسم. تمام. طيب حضرتك إيه هي، هل الحساسية دي الأول أنواع؟ طبعا هو في تقسيمات كتير بالنسبة لحساسية الأنف. التقسيمة القديمة اللي هي كان بيسموها الحساسية الموسمية والحساسية المستمرة أو اللي موجودة طول السنة. في منظمة أمريكية اسمها إيريا اللي هي Allergic Rhinitis Impact Asthma، هي عبارة عن دكاترة أنف وأذن مع دكاترة الصدر، اتفقوا على تقسيمة جديدة يسموها حساسية مؤقتة وحساسية مستمرة. الحساسية المؤقتة اللي هي بتبقى أقل من 4 أسابيع في السنة المؤقتة. أعراضها المستمرة اللي هي أكتر من 4 أسابيع. من 4 أسابيع في السنة بالزبط. طيب حضرتك يعني الفرق الأساسي بين النوعين إيه حضرتك؟ الفرق الأساسي دي بتبقى فترات موسمية، بتبقى فترات محددة بتيجي في بداية فصل الربيع، بداية فصل الخريف، في أوقات محددة من السنة والمريض بيبقى عارفها، يقول لك أنا دخل على دور الحساسية ده في نفس الوقت السنة اللي فاتت. الحساسية المستمرة دي حساسية موجودة طول السنة. طيب هل في حساسية أخرى حضرتك مالهاش دعوة، يعني نوع من الالتهاب مالوش دعوة بالحساسية برضو؟ لا، هو في انواع تانية من الحساسيه بتبقى نتيجه ادويه خدناها، نتيجه بعض الهرمونات مثلا في الحوامل بالذات بتظهر، اللي احنا بنسميها الموتور فازو موتور راينيتس، اللي هي رد فعل الغشاء المخاطي بتاع الانف لهرمون الحمل اللي بيظهر فجاه في جسم السيده الحامل. تمام. طيب اذا نستعرض الاول حضرتك يا دكتور، اذا حبينا نستعرض العوامل المؤثره على الحساسيه دي، ايه هي العوامل المؤثره؟ طبعا اول حاجه اللي هي الاستنشاء سواء كان تراب او غبار او عطور او روائح نفاذه او اي روائح في البيت، الحاجات المشهوره برضو عده الفراش، بعض الفطريات الموجوده في زي ما احنا شايفين ده الغشاء المخاطي بتاع الانف. ايوه، الجزيئات السوداء دي جزيئات، نفترض انها جزيئات تراب او غبار او عادم سيارات او روائح، بتبدا تخترق الخليه بتتفاعل معاها زي ما احنا شايفين. أيوة. ده تفاعل الخليه معاها. اوكي، بتيجي خليه اسمها المصل، بيبقى عليها الاجسام المضاده اللي هي العلامتين الحمر دول او العصايتين الحمر دول. ايوه، دي الاجسام المضاده اللي بتتكون جسم كونها في اول مره اتعرض ليها. اهي بالظبط كده. بتيجي على سطح خليه اسمها مصل، دي نوع من انواع الخليه الام، يعني كرات الدم البيضاء. هيبدا تتفاعل معاها وتنفجر هذه الخليه ويطلع منها مواد كتير اشهرها طبعا الهيستامين. تمام. نرجع للنقطة الثانية اللي كنا بنتكلم فيها قبل الفيلم، اللي هي العوامل المؤثرة او العوامل المساعدة لحدوث الحساسية. تمام. طبعا من الحاجات المشهورة جدا اختلاف درجات الحرارة، انتقال من مكان بارد لمكان سخن مرة واحدة او مكان دافي لمكان بارد، دي بنشوفها كتير جدا في الصيف، انت قاعد في اوضة مكيفة فتطلع جو حر بره فجأة مناخيرك تقفل. ده نوع من انواع الحساسية. طيب تنصحني اعمل ايه حضرتك لو يكون تدريجي ما يكونش مرة واحدة؟ يعني ينفع استنشق بعض الماء؟ طبعا يفضل ده يفضل. ده احدى وسائل العلاج، الاستنشاق وغسيل الانف باستمرار، ويشرب ماء مثلا جزء من الميه عشان قبل ما يخرج، يعني عشان لو مثلا طفل صغير حضرتك في
رايح المدرسه مثلا جو بارد جدا زي الايام دي كده وحضرتك هياخد بتشربه شويه ميه مش ساقعين قوي لكن فاترين قبل ما ينزل يركب الباص او قبل ما ينزل ويسيب الشقه او يطلع او يغسل وشه مثلا ولا اطلب ما يغسل وشه الصبح لا ما اقصدش يغسل وشه لو هو نازل حتى لو هو قبل ما ينزل مباشره يعني دي حاجه مستحبه تمام طيب نكمل بقيه العوامل حضرتك يا دكتور هل في حاجه ثانيه غير حبوب اللقاح او المواد الغريبه ممكن تسبب حساسيه اي ماده احنا ممكن نتعرض لها ونشمها اي ماده ممكن تعمل حساسيه في الانف تختلف من شخص لشخص طيب الاعراض حضرتك اللي بيشتكي منها المريض اللي عنده حساسيه سواء حضرتك قلت لي موسميه او مزمنه ونفرقها ازاي حضرتك عن التهاب الانف اللي بيحصل بدون حساسيه تمام هو حساسيه الانف طبعا اعراضها كل المريض اي مريض حساسيه تساله ايه اعراض الحساسيه هيرصهم لك 1 2 3 ده بقى شيء معروف طبعا اشهر اعراض انسداد الانف وانسداد الانف بيبقى في الناحيتين مش في ناحيه واحده لان ربنا سبحانه وتعالى خالق الانف بسايكل معينه او بميكانيزم معينه ان الناحيتين ما بيشتغلوش زي بعض واحده بتريح شويه ناحيه والناحيه الثانيه بتشتغل ويبدلوا مع بعض دي احنا بنسميها النزل سايكل ودي تقريبا بتحصل كل ساعه الدوره الانفيه يعني ايوه بالظبط الانسداد اللي بنتكلم عليه بتاع الانف حساسيه الانف هو انسداد مستمر في الناحيتين أيوة. تمام طبعا انسداد الانف ده يتبعه صداع يتبعه طبعا الانسان بيبقى قاعد مبسوط مناخيره مسدوده بيطلع يتنفس من بقه بتعمل له مشاكل بعد كده العرض الثاني طبعا الاكلان او هرش عاوز يهرش في مناخيره من جوه افرازات مخاطيه بالانف بالظبط احتقان في الانف حتى باين في الصوره الصوره طالعه باللون الاحمر او دي الانف الطبيعي بيبقى ده اللون الطبيعي بتاع الغشاء المخاطي الاحمر ده نتيجه التفاعلات اللي حصلت لما شم غبار او شم الاجسام اللي اثرت الحساسيه عنه طبعا بيتبعها فقدان حاسه الشم افرازات مخاطيه بكثره سواء من امام او من خلف تسقط في سقف الحلق من ورا طيب يعني التنفس من الفم ده طبعا هيستتبعه التهابات في الحلق حضرتك وعوارض اخرى طبعا جهاز تنفسي كله تمام طيب هل المريض حضرتك اللي عنده حساسيه انف عرضه لان هو يبقى عنده امراض جهاز تنفسي بصوره اكبر بيبقى نسبه كبيره جدا عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي ومعظم حساسيه الانف او معظم مرضى حساسيه الانف بيبقى غالبا عندهم يا مبادئ يا عندهم اوريدي حساسيه في الجهاز التنفسي السفلي اللي هو الرئتين لان هو الغشاء المخاطي المبطن للانف هو نفس الغشاء المخاطي المبطن للجهاز التنفسي السفلي اللي احنا بنقول عليه القصبه الهوائيه والرئتين يعني أيوه. فهنا ظهر حساسيه يبقى اكيد هيظهر هنا حساسيه تمام طيب بالنسبه لحضرتك تشخيص حساسيه الانف يعني نتكلم على طرق تشخيص حضرتك اللي ممكن نتبعها عشان نقول ان دي طبعا التشخيص بالنسبه للتشخيص او بناخد التاريخ المرضي للمريض كويس بنعرف منه الاوقات اللي بيجيله فيها الحساسيه الاوقات اللي بيجيله فيها الاعراض ديت وايه مشكلته مع الحساسيه هل هي انسداد الانف بس هل هي فقدان حاسه الشم هل هو الصداع المستمر هل هو مثلا المخاط الكتير هل هو يعني نعرف ايه العرض اللي هو بيضايق المريض عشان نعرف نتعامل معاه ونتعالجه بعد ما بنعمل ناخد التاريخ المرضي بنعمل فحص للانف بالطريقه التقليديه العاديه ممكن نستتبعه بفحص الانف بالمنظار ده بيعمله في العياده عادي خالص عشان اقدر اطمن على التجاويف الانف هي الانف مش ممر هواء عادي كده لا جوه مليان تجاويف ومليان احنا بنسميها قرنيات الانف الثلاثه اللي هم السفلى والوسطى والعليا في كل ناحيه من الناحيتين وبين القرنيات دي في تجاويف موجوده اللي بتفتح فيها الجيوب الانفيه فدي بتبانش بالكشف العادي بالعين المجرده كده لازم منظار على اساس ان هو بيجيب بزاويه معينه بعرف اشوف فتحات الجيوب الانفيه دي اخبارها ايه. بعد ما بفحص العيان بوصل لتشخيص مبدئي ممكن احتاج اعمل اشعه مقطعيه اطمن على الجيوب الانفيه من الداخل اخبارها ايه. في بعض وسائل التشخيصيه الاخرى اللي هي اللي بنسموها اختبارات الحساسيه او اختبارات الحساسيه هي فكرتها بسيطه جدا ان احنا بناخد جزء من المواد المنتشره زي حبوب اللقاح زي ما حضرتك قلت عده الفراش في بعض الفطريات وبنحقنها تحت الجلد طبعا ما بتعملش في العياده بتعمل في معامل مخصوصه واذا حصل في احمرار في هذه المنطقه يبقى المريض عنده حساسيه من هذه الماده في طرق اخرى طبعا ممكن نحن نقيس بعض التحاليل المعمليه زي مثلا احنا قلنا في الاجسام الجسم بيدافع عن نفسه انه بيطلع اجسام مضاده تمام نوع الاجسام المضاده دي اسمها اي جي اي اللي هو ميونوجلوبولين اي بنقيس كميه الاي جي اي في الدم لو طلع طبعا عاليه بكميات كبيره بنعرف ان العيان دوت تعرض لنوبات من الحساسيه قبل كده في برضو يعني هذا في فيلم بيشرح ده برضه بيشرح ازاي البارتكلز الماكروفيج او بعض انواع كرات الدم البيضاء هو الاي جي اي اهوت انتي بودي على الخليه الخضراء دي هي الماست سيل اللي جوه اهي ماست سيل بالظبط
دي فيها جواها حبيبات، الحبيبات دي فيها بنسميها كيميكال ميدييتورز او مسببات الحساسيه اللي هي اشهرها طبعا ماده الهيستامين. تمام. هو بيتنفس اهو استنشق غبار او ايا كان لزق في الاجسام المضاده، بدا المصل تطلع الهيستامين بتاعها. تمام. اللي بيستتبعه بقى كل اعراض حساسيه الانف او ماده الهيستامين، كل اعراض حساسيه الانف سواء كان انسداد او بخاط زياده او فقدان حاسه الشم او بسبب الهيستامين ده. بسبب الهيستامين. طيب حضرتك من ناحيه العلاج، طرق العلاج حضرتك دكتور اكيد في طرق وقايه الاول وفي طرق علاج. لو اتكلمنا على الوقايه تنصح ايه حضرتك؟ هو طبعا الوقايه دي هتنفع ان احنا نحاول دايما مريض حساسيه الانف بنصحه ان هو يبعد عن التراب، يبعد عن العوامل المؤثره اللي هي بتخليه غشاء البخار بتاعه يهيج او يتاثر بسرعه. العمال اللي شغالين في المصانع لازم يلبسوا كمامات. طبعا بالنسبه لست البيت طبعا عليها دور مهم جدا ان هي لازم البيت يتهوى مره يوميا، وخصوصا الصبح بدري قبل التراب. الشمس لازم تخش البيت كويس، عشان معظم اسباب الحساسيه بتيجي من فطريات موجوده اللي احنا بنسميها عته الفراش. دي حاجات مجهريه بتبانش بالعين المجرده، هتقول لك ده الملايه نظيفه مثلا او المخده نظيفه، لا هي في عته موجوده فيها وفي بعض الفطريات والطحالب موجوده وبتنمو عليها، ودي بنستنشقها واحنا نايمين ودي بتعمل حساسيه فظيعه وخصوصا في الاطفال. طبعا من مع انتشار التكييفات مهم جدا غسيل فلتر التكييف، لو هو سواء كان سبليت او مركزي لازم يتغسل مره كل اسبوع على الاقل، لان هو الفلتر نفسه ده بيئه خصبه جدا للفطريات وبعض انواع البكتيريا. لو ممكن يفضل الشمس او يكنس مره كل يومين، دي كلها حاجات وقائيه. طبعا لو في طفل او مريض حساسيه انف يفضل ان هو ما يرشش اي عطور او حاجات نفاذه في الاوضه اللي بينام فيها بالذات. سواء كان بقى بيف باف او حاجات من الحاجات اللي هي الانسكتسايد او حاجات مبيده الحشرات او الكلام دوت، ما يحطش برفانات قبل ما ينام. اذا كان هيستخدم برفانات او برفانات معينه يبقى على الملابس، ما يحطهاش على دايركت على مناخيره او وشه. طب بالنسبة للأطفال حضرتك قلتلك نقطة صغيرة كده في دقيقة، هل هو نقدر نقول إن عنده حساسية نتيجة مواد خارجية أو حساسية وراثية مثلا؟ هو في نسبة نقدر نقول عليها 50% من الأطفال بيبقى عندهم حساسية وراثية. يعني إيه حساسية وراثية؟ يعني الأب والأم عندهم حساسية وورثها منهم، والأطفال دول بنسميهم أتوبي، يعني إيه عنده قابلية للحساسية. طيب يعني إذا كل يعني من أحد العوامل إن هو يكون في تاريخ عامل وراثي عائلي أو عامل وراثي حضرتك إن هو ممكن يسبب إيه الحساسية. بالظبط. تمام. إحنا لسه الموضوع طويل، هنستعرض الموضوع بعد فاصل قصير، خليكم معانا أعزائي المشاهدين، أجي لكم مرة أخرى. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط. مصر للتأمين، خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015 والحصيلة على التصنيف الائتمان العالمي تريبل بي لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114. Mm-hmm.
اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى مع برنامج مستشارك الطبي. معنا دكتور هشام درويش بيتكلم عن حساسيه الانف. قبل الفاصل كنا بنتكلم يا دكتور عن طرق الوقايه من حساسيه الانف. اتكلمنا عن الوقايه، حضرتك يبقى اذا ياتي طرق العلاج. بالحقيقه بالنسبه لطرق العلاج يعني يكاد يكون العالم العربي ابو بكر الرازي هو اول من وصف حاله حساسيه الانف. بالظبط. لكن ده الكلام ده في القرن العاشر حضرتك، لحد النهارده جه بعد منه تشارلز لي 1906 اول من قال عن ان السبب او شرح طريقه او الميكانيزم اللي بيتم به حساسيه الانف. ثم بعد ذلك لحد النهارده سميت حتى يعني حساسيه او حمى القش او حساسيه القش على انها كانت خطا بتحدث في بدايه موسم القش فحصلت فسموها قالوا انها بسبب رائحه القش، لكن التسميه كانت خاطئه. لحد النهارده طرق العلاج بتتركز على علاج العوامل، لكن لحد دلوقتي ما فيش علاج ناجع للحساسيه كحساسيه. يا ترى نستعرض مع حضرتك الاول طرق العلاج الشهيره ايه دلوقتي حضرتك؟ هو طرق العلاج الموجوده دلوقتي طبعا بنقسمها حسب درجه حده او شده الحساسيه. زي ما قلنا التقسيمة اللي احنا قلناها في الاول خالص اللي هي قسمتها منظمة الاريا اللي هي قالت ان هو في بيرزيستر وفي انترميتن، كل درجة من دول بتقسم المايل مستمر مستمر وتقسم في متوسط الحدة او شديد الحدة. طبعا احنا هنا في مصر طبعا من نجريك التلوث وبتاع في نسبة كبيرة جدا تكاد تكون تفوق النسب الموجودة في الكتب. يعني احنا نسبة حساسية الانف مثلا بره بتروح من 10-20% في الدول العربية او في مصر بالذات ممكن توصل، ده كلام الكتب، 30%، لكن انا في رأيي الشخص ممكن توصل لغاية 50%. تمام. معناها ان كل 10 مرضى جايين لي في العيادة 50 نصهم عندهم حساسية الانف. فمش كل المرضى بديهم علاج من اول مرة، لكن انا بسألهم سؤال واحد، النفس اخباره ايه؟ لو النفس كويس مفيش اعراض تقلقه، يعني مخاط كتير مفيش، اكلان الانف مش موجود، حس الشم كويسه، غثاء المخاط بتاعه فيه حساسيه وخلاص اوكي عرفنا، لكن اموره ماشيه ما ببداش معاه علاج دلوقتي. او بنصحه بعض الحاجات اللي ممكن يعملها تقلل الحساسيه شويه، واشهر حاجه طبعا استنشاء بمحلول ملح اللي هو احنا بنسميه غسول الانف. غسول الانف ده من اهم طرق العلاج، وانا في رايي ان هو يكاد يكون هو العامل الاساسي الفسيولوجي اللي احنا بنتعامل معاه. يعني ايه؟ احنا قلنا مشكله الانف كلها حساسيه الانف ان الجزيئات دي بتلتصق بالغشاء المخاطي تبدا تتفاعل مع الخلايا فيطلع ماده الهستامين. طب انا لو غسلتها ونزلت هذه الجزيئات وقف التفاعل. تمام. ويمكن دي الحكمه في الوضوء 5 مرات، الاستنشاء والوضوء طبعا دي بتحمينا كويس جدا من اثار الغبار والتراب والحاجات اللي احنا بنستنشقها على طول. طيب جه المريض قال لي لا ده انا بدات اشتكي انسداد الانف بقى شيء يقلقني او شيء متعب او المخاط بقى شيء محرج طول ما انا قاعد عمال استخدم كلينكس. ده جهاز فيديو شغال حضرتك على الاسبريات. ده انواع مختلفه طبعا الاسبريات بتاعت الانف، في انواع مختلفه كتير منها يعني. نبدا معاه براس اسمها مضادات الحساسيه او مضادات الهيستامين. اذا تنصحه بالاستنشاق المستمر، ومن هنا يبقى بالزبط. هو لو التزم بالصلاه 5 فروض بالظبط يبقى هو حضرتك كده دلوقتي كده حمى نفسه بجزء كبير. تمام. وحمى كمان حضرتك من حضرتك اشياء اخرى او ميكروبات اخرى ممكن تتسلل الى الجهاز التنفسي غير الحساسيه. بالظبط. تمام. طيب ننتقل للمرحله الثانيه ان هو بدا يشتكي من سداد في الانف او مخاط زياده يعيقه في الحياه العاديه، ان هو بيستخدم قدام الناس كلينكس كتير او مناديل كتير. ببدا معاه بمضادات الحساسيه واشاره طبعا اللي هي مضادات الهيستامين. زي ما احنا عارفين مضادات الهستامين في منهم عيلتين، العيله الاولى والعيله الثانيه. العيله الثانيه احدث من الاولى على اساس انها لا تسبب النعاس. العيله الاولى او المجموعه الاولى بتسبب النعاس اللي هي كانت بتعدي وتوصل للمخ وتبدا تخلي الانسان دايما خملان. فكلنا دلوقتي بنلجا للمجموعه الثانيه من مضادات الحساسيه او مضادات الهستامين. الاستخدام الثاني بخاخات الكورتيزون، ودي بنستخدمها طبعا موضعيه في الانف. طبعا كلمه كورتيزون مع اي مريض مصري بتصيبه بالهلع
يقول لك يا دكتور ناخد كورتيزون من دلوقتي او لا يا دكتور مش عاوز كورتيزون. احب اوضح بس ان موضوع الكورتيزون في الانف ده حاجه موضوعيه. انت لو بصيت على العلبه هتلاقي الجرعه محسوبه بالمايكروجرام، يعني واحد على 1000 من جرام، واحنا بنستخدمها مرتين في اليوم. يعني احنا لو استخدمناها تحت اشراف طبي وبطريقه صح مفيش منها اي خطر ولم تسجل اي اعراض جانبيه. الكورتيزون طبعا ده الدواء السحري بالنسبه للمناعه، ان هو بيهبط التفاعل اللي بيحصل وبيطلع ماده الهيستامين وبيطلع الميدييتورز او بيطلع الليكوترين، الحاجات اللي هي بتسبب الحساسيه. السؤال دايما اتساله تقريبا همشي عليها طول عمري؟ لا، مفيش حاجه اسمها تمشي عليها طول عمرك، همشي عليها طول ما في اعراض. الاعراض قلت ببدا اقلل الجرعه، اوقف البخاخه، امشي على الاقراص، اوقف الاقراص امشي على البخاخه لغايه ما الامور تتظبط معاك ويرجع النفس كويس جدا، ممكن نوقف العلاج. رجعت الاعراض هنرجع لها تاني، لان للاسف لغايه دلوقتي ما فيش علاج جذري لحساسيه الانف، دي حاجه في جهاز المناعه بتاعك صعب تتغير. لكن هل في تحاليل مناعه حضرتك تقدر تقول لي، او لو نعمل خريطه وراثيه للشخص نقدر نقول ان الجينات المسببه للحساسيه دي هل ده موجود يعني او ده لا؟ والله دلوقتي لسه ما وصلوش لهذا الموضوع يعني لسه تحت طور البحث يعني. طبعا بندي مع بخاخات الكورتيزون او بخاخات الحساسيه ومع اقراص الحساسيه، ممكن ندي له المخاط لازق، بندي له حاجه مذيبه للبلغم او مذيبه للمخاط بحيث يبقى طري وبعرض ما يسببلوش مشكله. ممكن نستخدم حاجه اسمها ماسل ستابلايزر اللي هو بتحافظ على اقدار الخليه اللي احنا قلنا بتفرقع او يطلع منها الهيستامين. ف ودي احنا بنديها في الادوار الوقائيه، يعني بعد الحساسيه كعرض عالجناه ممكن امشي المريض على حاجه اسمها ماسل ستابلايزر كنوع من الحمايه عشان ما تضروش الحساسيه بسهوله تاني. تمام. طيب بالنسبه لحضرتك لطرق العلاج، حضرتك مضادات او اللي هي المسببات الحساسيه او الكيميكال ميديتورز او المواد الكيميائيه اللي بيفرزها الخلايا مختلفه، هل بتختلف النسب من شخص الى اخر؟ لا، هي نفس النسب. يعني الهستامين، الهستامين هو اساسا بيطلع بالظبط، الليكوترين نوع من انواع الانترليوكين، وهم دول الاثنين الاساسيين يعني. وطبعا الانترليوكين فيه كذا نوع يعني لهم اي ال 1 و 2 و 3 دي ارقام، فبس هو بنفس النسب في كل مريض. نفس النسب. اذا حضرتك هيمشي على نفس الترند في كل حاله. بالظبط. طيب هنيجي بقى لقطاعات خاصه من المرضى، يعني مثلا نيجي طفل رضيع. هو بس في نقطه احب ازودها عشان بتسال فيها كتير جدا. اتفضل. في ادويه بتستخدم لتضاد الانترليوكين دوت. ايوه تمام. ده بيتاخد عباره عن اقراص بتتقرقش او بتحط تحت القرقش في الاطفال او تحت اللسان في الكبار. تمام. دي بتساعد برضو في ايه العلاج. تمام. وفي نوع من الحقن لسه في اخر مؤتمر كانوا بيتكلموا عنه، ان هو بيتكلم بيتعامل مع الاي جي اي نفسه، مع الجسم بيفرزه بالظبط. الحقن دي واخده موافقه منظمه الاغذيه الامريكيه لعلاج حساسيه الصدر. لكن تبنا او لغايه الان ما خدتش موافقه لحساسيه الانف، على اعتبار حساسيه الانف تستجيب كويس جدا لبخاخات الكورتيزون. تمام. اتفضل. طيب حضرتك بالنسبه للقطاعات الخاصه من المرضى، نيجي للاطفال الصغيرين اللي هم حضرتك الرضع او حديث الولاده. تمام. دول لو عندهم حساسيه الام هتعرف ازاي ان عنده حساسيه؟ وفي نفس الوقت حضرتك لما تيجي تعالجه هل هيبقى له طريقه في العلاج خاصه؟ بالظبط. طبعا الام بتلاحظ ان في مخاط كتير جدا بينزل من انفه، بالنسبه لو بيرضع مش عارف يرضع رضعه كويسه لانه كل شويه يضطر يبعد بقه عشان ياخد نفس ويرجع تاني ويطلع صوته وهو نايم. طبعا الشخير ده عرض اساسي يعني. بالنسبه للاطفال الرضع انا احب دايما ما ارجعش ليهم او للادويه الحادة مره واحده، ببدا معاهم بمحلول ملح الاول. ممكن الجا لمضادات الحساسيه العيله الاولانيه او الجروب الاولاني احنا كنا اتكلمنا عنه. هينيم الطفل شويه بس ده امن للطفل الرضيع لغايه سن سنتين. بعد سن سنتين ببدا اديله مضادات حساسيه عاديه خالص بس شرب طبعا. في بعض الناس بيستخدموا بخاخات الكورتيزون في سن بعد سن سنتين او ثلاث سنين، انا افضل ان هو مش قبل ست سنين. طيب هو المريض بيخاف من الكورتيزون برضه يا دكتور؟ ما هو بتشرحه للمريض، ما هو لازم يبقى فاهم كويس قوي ان هو مش هيقوله اي تاثير. لكن ده هيبقى مساعد كويس جدا في العلاج وبيجيب نتائج رائعه طبعا. تمام. طيب مرضى السكر حضرتك او لا مفيش مشكله خالص، كبار السن اللي هو ممكن الكورتيزون ياثر عليه شويه؟ ما هو اللي بيمتص جزء بسيط جدا، ما بياثرش ولا في سكر ولا في ضغط ولا في هشاشه عظام زي ما بسمعها من بعض السيدات. انا خايف من هشاشه العظام ده، يعني كانك بتحط بقول لحضرتك واحد على 1000 من الجرام الجرعه. تمام. يعني تخيل الجرام قسمته 1000 وحده يعني. تمام. اذا بالنسبه اذا استخدم جرعه صحيحه بالظبط مفيش اي مشكله، مفيش أي مشكلة خالص بالنسبه لمرضى السكر. لا خالص. طيب الحوامل حضرتك
الحوامل في اول 3 شهور بفضل ما تاخدش اي دواء. طيب. تمام. ممكن ندي بعد 3 شهور يعني لو الحالة الحساسية قوية جدا والانف مسدودة وهي مصدعة، وخصوصا الحوامل بيجي لهم حاجة مع الحساسية اسمها فازموتورانيلس اوف بريجنسي، هرمون الحمل نفسه بيعمل نوع من انواع الحساسية. طيب. يعني هي حتى لو ما عندهاش حساسية قبل الحمل مجرد ما تحمل تلاقي مناخيرها تسدد. تمام. طب تعمل ايه بقى في الثلاث شهور؟ استنشاق محلول ملح طبعا، العلاج السحري. تمام. ممكن يرجع للكورتيزون بس يعني تحت احتياطات واستشاره الدكتور النساء، يبقى نعمل كونسلت ونشوف سكون هنديها ولا لا، لان بخات الكورتيزون او مضادات الحساسيه بنسميها كاتيجوري سي. تعرف حضرتك تكون يعني معظم الادويه ايه اللي هو اامن حاجه في الحمل يعني فئه جي. فئه جي بالظبط. يعني بالزبط. عندنا الف وبي وجيم، فهي ثالث فئه هلجا اليها اذا كان ضروره قصوى. يعني اذا ثالث اولويه يعني عشان بالظبط يكون ايه يكون فئه. طيب بالنسبه لحضرتك يا دكتور لمرضى يكون اصلا عندهم حساسيه من اشياء اخرى او من اكلات اخرى، او وبالمناسبه حضرتك يا دكتور هل الطعام اللي بياكله مريض الحساسيه هل بياكل اطعمه معينه ولا هو بيجرد بيبقى عارف هو عنده حساسيه؟ بعض الناس بيجيلها حساسيه من الموز، بعض حساسيه من الشوكولاته من الفراوله، وبيبقى عارف يعني عارف، او الاب لاحظ طفله مجرد ما ياكل فراوله تبدا مناخيره تسيب او المخاط ينزل من مناخيره ويبدا يهرش في جسمه، وخلاص تعرف ان هو حساس من الفراوله فيفضل ما يقربش منها. يعني اذا يمتنع عن الاطعمه اللي هي ممكن تسبب له حساسيه. لكن هل في عوامل اخرى حضرتك دكتور خارج الاطعمه ممكن تسبب حساسيه؟ ما احنا قلنا الشم، حاسس الحاجات اللي بنشمها غير الشم باكلها. ممكن مثلا بعض الادويه بتعمل حساسيه طبعا زي اشهر البنسلين. ايوه تمام. دي حساسيه دواء. بتبقى حساسيه دواء. صعب شويه. اذا بعض الادويه الاخرى حضرتك ممكن تسبب حساسيه للمريض. بالزبط. يعني لو مريض حساسيه وما شمش حاجه حضرتك ممكن ياخد بعض الادويه يحصل له حساسيه هو. بالظبط. تمام. طيب في الحاله دي حضرتك يا دكتور بعض الناس بيقول هو ما فيش جراحه؟ لا طبعا في جراحه، بس جراحه عشان اعالج الحساسيه لا ما فيش. لكن اعالج اعراض او مشاكل اللي تنتج نتيجه الحساسيه. زي اشرح لنا. زي اشهر حاجه طبعا تضخم غضاريف الانف. احنا قلنا الانف فيها في كل ناحيه 3 غضاريف. في وجود الحساسيه الغشاء المخاطي، هو غضروف عباره عن ايه؟ عباره عن حته عظمه صغيره متبطن بغشاء مخاطي، يعني دايما بحب اشبهها زي دبوس الفرخه كده. عظمه وعليها حته لحم. مع تعرض الحساسيه تبدا هذه اللحمه تنتفخ، فالناحيه دي والناحيه دي ومقفلين المناخير. فبنلجا ان احنا نحاول نكشش او نقص الزياده الموجوده عشان نوسع مجرى الهواء. طبعا متطور العين وتطور الاجهزه بقت العمليه ممكن كان تتعمل في العياده بجهاز اسمه التردد الحراري. اجراء بسيط جدا ما بياخدش اكتر من نص دقيقه، والعين بيحس ايميديتلي في ساعتها بعد ما خلص مناخيره فتحت مره واحده. يعني بيبقى الفتحان ده مستمر حضرتك على طول فتره طويله، يعني مش اقل من سنتين يرجع يحتاج تاني مثلا لو هو اهمل علاج. يعني دايما السؤال اللي تساله لما اجي اقول للمريض عمليه انف يا دكتور انا سالته قال لي ترجع تاني. بترجع تاني طبعا، ما هو اللي عمل كده اول مره هيعمل كده تاني مره. تمام. فالحساسيه لازم تاخد علاجها، ما ينفعش تقول انا عملت عمليه بقيت كويس خلاص ما اقربش منها. تمام. لازم تاخد علاجها. طيب. السبب التاني طبعا المشهور جدا لحميات الحساسيه. الحساسيه تعمل لحميات في الانف، دي بتضطر طبعا تدخل جراحي بنشيلها بالبنزار. وبرده لازم المريض يمشي على علاج الحساسيه بعديها، وممكن ندي كورتيزون عن طريق البق بحيث ان احنا عن طريق الفم يعني بحيث ان احنا نمنع تكون هذه اللحمات مره اخرى. السبب الثالث طبعا الشخير. الشخير ده موضوع شائك جدا. يعني موضوع على الشخير والبخاخات بتاعت الشخير عشان ما عادش عندنا وقت كتير حضرتك. البخاخه يعني مفعولها ايه وبتعمل ايه؟ اللي اظهر البخاخات اللي هي موجوده في السوق اللي يقول لك سنور نمور وبتاع، يعني علميا ملهاش فايده. عشان ابقى واضحين يعني هي كل اللي بتعمله تزييت لمجرى الهواء. يعني مجرى الهواء احنا بنشخر ليه؟ مجرى الهواء بيحصل له كولابس او بيقفل واحنا نايمين. لو الانف مسدود بطل اتنفس بالفم فبطلع صوت. ففكره البخاخات دي كلها انها بتعمل لوبريكانت او تليين للغشاء المخاطي بتاع الفم عشان ما يقفلش بسهوله. طيب. بس ما بيجيبش نتيجه طبعا. او يعني اجراحيه في عمليات كتير بقى بالنسبه للشخير، في عمليات كتير طبعا بصلح الانف المشكله الاساسيه. لو في حساسيه بحاول اعالجها، لو في غضاريف بقصرها، لو في لحميه بشيلها. في طبعا حاجات ناتجه عن ترهل سقف الحلق نفسه نتيجه التنفس من الفم باستمرار، سقف الحلق بيترهل وبيسقط فبيعمل شخير اكتر. الحقيقه وقت الحلقه خلص وده محتاج موضوع جديد يا دكتور. بنشكركم في النهايه اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه، ونتمنى لكم السلامه دائما. وفي نهايه الحلقه بنوجه الشكر مره اخرى الى السيد الاستاذ الدكتور هشام محمد درويش استشاري الانف والاذن والحنجره وزميل كليه الجراحين الامريكيه. بنشكر حضرتك يا فندم على تشريفك لنا في الاستوديو. وفي النهايه اعزائي المشاهدين نتمنى لكم
السلامة، ونشكركم على طيب المتابعة، وحتى نلتقي في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. لكم مني أنا أحمد البهي أطيب المنى وأحلى السلام. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية مصر للتأمين. Oh.